صباح الخير الزوينات، والسلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحوال جيدة. اليوم جبت لكم أكلة للوليدات من 9 أشهر حتى لسنتين. هاد الوجبة هذه فيها الشيفلور بلوم كول، وفيها الجورجات اللي عندي في هاد اللون هذا قرعه. الا متوفره عندكم الاخرى ديروها، انا بغيت نبدلها شويه، درت لها هذه اليوم. عندي هنا غير نصف حبه ديال القرع الاخضر، وجوج شجيرات هكا صغار ديال الشيفلور، وعندي البطاطا. درت غير بطاطا وحده هنايا، طبيعه الحال هادشي غسلته. دابا غادي ندوز باش غادي نبخرهم اولا نفورهم، ما غاديش نسلقهم ليها، حيت من الاحسن تفوروا الخضره حسن ما تسلقوها باش ما يمشوش منها ديك الفيتامينات ديالها. دابا غادي ندوز باش نفورهم من بعد ونتلاقى معاهم. هنايا من بعد ما طابت لي الخضره ديالي، يعني تسلقات ليا، كنخليها دابا تبرد شويه، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نمعكها. دابا فرماجة، وغادي نضيف شوية الحليب ونكمل في الميك. بالنسبة للوليدات اللي كنقول لكم دائما اللي عندهم من 9 شهور حتى ل10 شهور، كنفضل طحنوها ليهم من الأحسن، كيف قلت لكم ما كيعرفوش يمضغوا. ما كديروش الحليب بزاف، كي شفتوا انا عندي غير شويه، وكبيت النص ديال كان عندي تن هنايا، وكبيت نص ديالو. نكملها في الميك، ما كنديروا لا ملحه لا والو، راه الفرماج مالح. المهم انا غنكمل وغنرجع. هذه هي الوجبه ديالنا، زوينه وبنينه يا البنات، كتجي غزاله. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم دعموني باللايكات ديالكم واشتركوا في القناه، وركوا على داك الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد عندي. وان شاء الله في من نلقى شي وجبه جديده رانا غادي نصايبها لكم ونعطيها لكم. يلا خليت لكم راحه البال، بسلام عليكم، صحه وراحه.